السلام عليكم تلاميذ الصف الرابع، اليوم عندي المحاضرة الثانية لمادة الرياضيات. انتبه علي، شرحنا بذاك الدرس شلون علمتك تقرأ عشرات الألوف. اليوم زادت عندي مرتبة اللي هي مرتبة مئات الألوف. مئات الألوف انتبه وياي، إذا احنا نجي نعد هسه الأعداد أحاد، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، يعني هو عدد مكون من ستة مراتب، عدد مكون من ستة مراتب اللي هو مئات الألوف. عدد راح يتكون عندي من ستة مراتب، مئات الألوف، أحاد، عشرات، مئات، افصلها بفاصلة، بس أرجع وأذكرك مو فارزة عشرية، فاصلة، أحاد، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف، مئات الألوف، هذا ينقرين عدد مالتي مئات الألوف. بالدروس السابقة شرحت لك شون طلعنا العدد 60,000، وقلنا الألف هو عبارة عن 3 أصفار. أكو شغلات عفناها، قلنا في سبيل أن الطالب هنا يعرف أنه شنو معنى 800 الألوف، 800 الألوف. هسه أنا وياك راح نجي نتعلم شنو معنى 800 الألوف. 800 الألوف أكتبها هنا للتوضيح، 800 الألوف. شلون أجي أنا أكتب العدد ويا الأصفار؟ نزل العدد مالتك مثل ما هو، هاي 8. المئات كم صفر؟ أحسنت، صفرين نتذكر إحنا. الألوف معناها كم صفر؟ 3. صارت 800,000. 800,000. 400,000. نزل 400 كاملة والألف عوضناها بشقد؟ عوضناها بثلاث أصفار. نأخذ الفقرة اللي وراءها، فقرة رقم 1 و2 حليناها اللي هي فقرة أتأكد. فقرة رقم 3 راح نجي نحسب الأعداد. راح تلاحظ أن الأعداد هي 6 مراتب، إذا 6 مراتب معناها مئات، ينقري هذا الرقم 200,000. 200,000 راح تباوع النمط مالتي، راح يزيد لو يقل، دا نصعد لو دا ننزل، تصاعدي لو تنازلي. شوف الاثنان صارت 4، يعني زيادة. شنو يجيني ورا الاثنان؟ 300,000 حسب الاصفار اللي قدامك. كم صفر؟ عندي هنا 5 اصفار، يعني شنو؟ مئات الالوف. 300,000، 400,000 شنو يجيني وراها؟ 500,000، 600,000 شنو يجيني وراها؟ 700,000. اذا بكل خطوه العدد عندي شقد زاد؟ زاد 100,000. 100,000. هذه اول فقره رقم 3. فقره رقم 4 عندك 900,000. خلني نشوف تصاعدي لو تنازلي، ده نصعد لو ده ننزل، راح نلاحظ 6 هذا العدد تنازلي. شلون عرفت؟ لان 6 9 قلت صارت 7، يعني اكيد هنا اكو رقم قل حتى تصير 7. طبعا 9 انقصها 8، كم صفر قدامها؟ 5 اصفار، اي 800,000. 700,000 وراها شنو؟ 600,000. 500,000 شنو يجيني وراها؟ 400,000. اذا بكل خطوه ايش قد عندي قل العدد؟ قل العدد 100,000. قل العدد 100,000. الفقره رقم 7، اكتب العدد بالصوره الرقميه. 6 و8 حلينا. رقم 7، 300 الالوف، نفس الخطوه اللي تعلمناها، نزل الثلاثه. المئات كم صفر؟ صفرين. الالوف كم صفر؟ 3 اصفار. اذا انقرى الرقم مالتي 300,000. 800,000 نزل ال 800 كامله، الالف نعوض مكانها بشقد؟ 3 اصفار، 1 2 3، صارت 800,000. هنا اللي يكون عندك واجب اللي هي فقرة رقم 13. فقرة رقم 13 راح تكون واجب بيتي عليك. صفحة 10
المواضيع اللي ما حليناها اللي هي رقم 16. 16 حليناها تخص عشرات الالوف، العفو 17، 300 الالوف نفس الخطوة السابقة، نزل الثلاث. المئات كم صفر؟ صفرين. الالوف 3 اصفار. انقرى الرقم 300 ألف. 300 ألف. هنا أنا أريد التركيز كلش قوي على فقرة رقم 18. 600 الألوف، احنا تعلمنا من ينطيني لفظة مئات معناها صفرين. اكو طالب رأسا يجي ينزل لي 600 كاملة، راح تنزل لي 600 كاملة راح يكون عندك خطأ، راح يصير عندك تكرار بالعدد. لا انتبه، مئات الغي الصفرين، هاي لغيتها الصفرين راحت، ليش عوضت عنها بكلمة مئات؟ ايش بقى لك من العدد؟ 6. الالف والالوف نفس اللفظة، اذا صار العدد مالتي 600 الالوف. 600 الالوف. فقرة رقم 19 انتبه علي، منطيني فراغ الف، الالف معناها تساوي لي 3 اصفار، لغيت 3 اصفار، ايش بقى لي من العدد؟ 800. اذا اعوض عنها ب 800. مسألة عندي رقم 21، انتبه، ينتج مصنع للعصائر 600 ألف قنينة، 600 ألف قنينة من عصير البرتقال سنويا، اكتب العدد بالصورة الرقمية. سهلة، احنا تعلمنا 600 انزلها لفظة ألف، لفظة ألف معناها كم صفر؟ حسنت، علمناها 3 اصفار، اذا صارت 600 ألف. فقرة رقم 24 توصيل، فقط هنا راح نوصل، راح نوصل. اربط الاعداد في القائمة رقم في القائمة الاولى مع الاعداد في القائمة الثانية، مجرد راح نوصل. 80 ألفا راح نباوع، وين العدد اللي يناسب هنا؟ الثمانون هياتها موجودة، والالف معناها 3 اصفار، اذا هاي الاجابة مالتي الصح. راح نقرأ الرقم، عدد متكون من 5 أعداد، أحد عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف، 10 آلاف. 6 هاي العشرة موجودة، والألف معناها 3 اصفار، إذن هذا الاختيار ماتي. المئات إذن بقالي أكيد هي آخر شيء، 300 ألف، هاي 3 والـ100 معناها 0 والألف معناها 3 اصفار، إذن راح تكون 300 ألف. وهذا تكون نهاية المحاضرة الثانية بالنسبة لموضوع أحد عشرات الألوف ومئات الألوف. إن شاء الله يكون الشرح وافي لكم. شكرا جزيلا.